السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم فيديو جديد، فلوق جديد بنفس الطريق اللي كنت فيه في الفيديو اللي فات. كتعرفوا ملي كيكون عندكم حوايج باقيين جداد كتبغي تفرحي بهم، ماشي مشكل. فلوق ديالي ما شاء الله غادي نخرج انا وصاحبتي هبه، كانت غتخرج معنا تا اميمه، ولكن باقي عندها المونتاج بزاف، عندها الخدمه، دونك الا سالات تقدر تدوز عندنا. غادي نمشيو ان شاء الله نتغدى انا وهبه في واحد الريستو ان شاء الله يا ربي، ومن تما نشوفو فين غنتحركو. بابا مسكين جا باغي يوصلنا، غادي ناخذو هبه هي الاولى. حنا وصلنا للبلاصه فين كتسكن، غنهزوها عاد ان شاء الله غادي نمشيو، وغنمشيو لواحد البلاصه في شارع القدس نتغداو فيها، عاد من تما نشوفو فين نزيدو. بابا غيوصلنا غير لشارع القدس صافي، وغيمشي يقضي اغراضو ويقدر يرجع لينا في العشيه، يقدر ما يرجعش لينا، المهم ماشي مشكل، يا ربي يرجع لينا. فين نتسخسخ في الطاكسيات كنبقى واقفه 5 سوايع، عاتي ما كيبغيوش يوقفوا ليا كيشحفوني. المهم هذا ما كان، فما نطولش عليكم، وها انتم انا واخا الكلمه خاصني نبقى نقولها صافي، كل شيء تبلى بها. وصلنا انا دابا، يلا غادي نبدا ناكل فريمون فيا المود ديال الجوع. شوف البرجر، البرجر كي داير خطير، سطان وفيا الجوع، خصوصا انني باقا من الفطور بلا فطور، ويلي على من الفطور الحمد لله ما فطر. المهم حنا تغدينا وسالينا، من تما مشينا كنقلب على لي كويساغ، جيت المعارف صار ما لقيتش يدي. دخلنا باغازاغ لهاد المحل، بانت لي عندهم هاد جاكيت جيم، صراحه عجبتني صافي، وانا نقول لهيبه والو غادي ناخذها لحقاش صراحه زوينه، كتجي زوينه في اللبسه. حبابي هذا نهاري الثاني، المهم البارح ما كملتش لكم الفلوغ لحقاش من بعد ما خديت ديك الجاكيت صافي رجعت للدار انا وهيبه، دونك ما بقى ما يتصور. وقلت دابا نقفل لكم الفيديو ان شاء الله، وقبل ما نقفله بغيت نشارك معكم واحد لاجين اللي فريمون كتحمق، وجاني عليها اسئله بزاف، وخا صراحه ما شاركتهاش معكم، ولكن لاحظتوا في التصاور اللي كنحط لكم في انستغرام انني ما بقاوش عندي هنايا جناب بزاف، يعني دخلوا واحد شويه، وليتو كتقولوا لي كنزه بنتي لينا بحال ضعافيتي رقاقيتي شنو درتي. انني ما غنقول لكم شنو درت، انا وليت كنظم الماكله ديالي، كناكل بعض المرات في الزنقه، ولكن وليت كننظم الماكله ديالي، يعني كنقص شويه من ماكله الزنقه اللي خديتها من عند لا مارك ديال ايغريغل دوبل في، فريمون كتحمق. وصراحه عن تجربه، ماشي انا بوحدي اللي جربتها اميمه الصديقه هي الاولى، وهي باش كتخدم بها دابا، يعني فيما كتكون خارجه كديرها، كانت عندنا شي سواغي ولا شي حاجه غادي نلبسوا شي كسيوه كنديروها. كيف قلت لكم كتكون عندنا شي حفله وشي حاجه بحال هكا، كنكونوا غادي نلبسوا كسيوات، كنحاولوا اننا نديروا لاكام باش تغطي لينا العيوب ديالنا. امي ما كتضحك، لا صراحه زوينه بزاف، وكتساعد على حرق الدهون، يعني الا كنتي غادا كتريني انا كنفضل انك ديريها وتمشي تريني، فريمون كتعاونك باش تحرقي الدهون ديالك، يعني ملي كتحيدي لاكين كتلقاي راسك عرقانه من جهه كرشك، وهادشي كيعني انها عطات المفعول ديالها. دونك كنوريها لكم،
لاغين كتجي على هذا الشكل ها هي. كاينين لي طاي على حسب لا طاي اللي انت باغا. انا غادي نلبس هذا دابا قدامكم وغادي تشوفوا الفرق. انا وريكم الكريشه ديالي وتضحكوش عليا بلاتي. ها نتوما نوريكم كريشتي عافاكم تضحكوش عليا ما عنديش الكرش بزاف ما بقاتش عندي. ها نتوما ها كريشتي انا هاي. ها نتوما باش ما نكذبش عليكم والله حتى هذه هي الكريشه ديالي وان شاء الله الا كتاب غادي نبقى نتبع هاد لاكين وكندير سبور في نفس الوقت حتى نضعف وما تبقاش عندي الكريشه. انا غادي نسدها معاكم دابا. ها الاخت العزيزه غادي تعاونني باش غادي تركبها ليا. دوش عليا راني مشاك. حنا البنات يا اختي شحال كنبقاو نغطيو في اللحومات والشحومات باش يبانو زوينين. ماشي كاع البنات غير حنا هي حيت كناكلو بزاف وعندنا مع كي اف سي وزيد وزيد. هانتوما كيف ما كتشوفوا بيان سور كاين فرق كبير ما بين قبيله ودابا. هانتوما انا غادي نخلي لكم التصويره هنايا ديال قبله يعني قبل ما ندير لاكين ومن بعد ما درتها. فريمون البنات كتجمع الكرش بالنسبه للبنات اللي بحال يعني كيلبسوا بحال هكا سراول تاي اوت وكيلبسوا يعني التريكوات كيكونوا لاصقين راه كتمحن الكرش وهاد الجناب هنايا حتى هما كيمحنونا كيبقاو خارجين من هنا وخارجين من هنا. هاد لاكين كتجمع البنات وكتخلي لا فورم ديالك كتبان واعره صراحه انا عجبتني. وبالنسبه للبنات اللي حامله وقريبه تولد وخايفه تبقى ليها الكرش من بعد الولاده هذه كتساعد انك الكرش ما تخرجش لك من بعد الولاده. يعني اون فوا كتولدي كدوز غير ديك الفتره بالما شويه كرشك تعالجت وداك الشيء الخياطه وهذاك عاد كتولي كديري لاكين ونهائيا واش كتخرج لك الكرش. انا دابا اختي مجده راه كتستعمل لاكين من بعد الولاده. ان شاء الله غادي دير لكم فيديو قريب وغادي تشرح لكم وتوريكم يعني من بعد ما ولدات كيفاش تدخلت الكرش ديالها وما بقاتش عندها الكرش. الحمد لله زعما حتى هي كانت خايفه وكان عندها تخوف من هذا الشيء ولكن بفضل هاد لاكين عاوناتها انها ما تبقاش عندها الكرش. هذا ما كان بالنسبه لاكين الثمن ديالها 600 درهم ولكن عندي لكم كود برومو الا قلتوا اليوم جينا من طرف كنزة وغادي نخلي لكم كود برومو هنا اللي هو كارو ماري. الا عطيتوهم هاد الكود برومو غادي ينقصوا لكم 100 درهم يعني في عوض تاخذوا لاكين ب 600 درهم غادي تاخذوا ان شاء الله ب 500 درهم صافي. وهذا ما قال ما كان كنتمنى نكون فدتكم واحد شويه صراحه. لاكين كنستعملها انا ديما حاليا هاد الايام ملي كنكون كنلبس شي كسوه ولا شي حاجه لاصقه كنستعملها فاش كنكون نلبس شي حاجه مطلوقه ما كنحتاجهاش. فكنتمنى انني نكون فدتكم ولو غير شويه وتمشيو تاخذوها حيت فريمون كتحمق. انا واحد صاحبتي نيت شافت اميمه صديقي خداتها وقالت لي والو بغيتها مشات خدات وحده وعودت رجعت عندي قالت لي كنزه شنو هو الكود برومو اللي دايره اميمه بغيت نمشي ناخذ وحده اخرى لواحد اختها يمكن ولا بنت خالتها. يعني راه بزاف ديال الناس كياخذوها من عند هذا السيد وبس زوينه عنده هاد لاكين انها ما كتعرضش يعني مع المده كتبقاي تستعملها ماشي كتعرض كتبقى في نفس لاطاي اللي خديتيها. هذا ما كان غادي نخلي لكم رقم الهاتف ديال هاد لا مارك ديال YW نخلي لكم رقم الهاتف ديالهم باش تواصلوا معاهم وكذلك الانستغرام ديالهم هنايا وفي صندوق الوصف. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. كنحماق عليكم باي باي.